تسلم اليوم وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تايسو الفك الأسفل من جمجمة أبيل من قبل الوكالة الفرنسية التي مثلها السفير الفرنسي لدى البلاد سعادة فيليب لاكوست، وكانت بحضور الباحث الفرنسي ميشيل بريني ومدير المركز الوطني لدعم الأبحاث البروفيسور محمود يوسف خيال. بحر الدين عبد الشافي. في إطار الأنشطة والبرامج العلمية التي تقدمها الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع جامعة أنجمينا وإحدى الجامعات بجمهورية فرنسا في مجال البحث العلمي وتطوير وسائل التعليم وخاصة الحفريات الأثرية، فقد سلم كل من السفير الفرنسي فيليب لاكوست والباحث الأثري ميشيل بريني الفك الأسفل لأبيل الذي اكتشف في الولايات الشمالية سابقا داخل الأراضي التشادية عام 1994 والذي يقارب من العمر قرابة 3.5 مليون سنة، وما زال بعض أجزائه في قيد الدراسة بجمهورية فرنسا. وعن أهمية البحوث الأثرية تحدث وزير التعليم العالي والبحث والابتكار عن ضرورة التواصل في عملية البحث التقييمي والأثري. تبقى الإشارة بأن منذ تلك الفترة التي اكتشف فيها الفك الأسفل لأبيل اكتشف قرابة 800,000 تم تنقيبها ونقلت إلى الخارج للدراسة، بالإضافة جمجمة توماي الذي اكتشف عام 2013 ميلادية. على هامش الزيارة التي قام بها إلى البلاد والتي التقى من خلالها برئيس الجمعية الوطنية، قام ظهر أمس رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى عبد الكريم بزيارة للمتحف الوطني، حيث سمحت له بالوقوف على جناح جمجمة أبي البشرية توماي لا سيما الأجنحة الأخرى التي تجسد تاريخ البلاد، وكان برفقة رئيس البرلمان النائب البرلماني عيسى مرضو. أدم حنفي فضل. بعد يوم من التوقيع على محضر الاتفاقية البرلمانية بين تشاد وأفريقيا الوسطى التي تسعى لمصلحة الشعبين، حيث قدم رئيس الجمعية الوطنية بأفريقيا الوسطى بزيارة إلى المتحف الوطني التشادي قاصدا في زيارته معرفة كل ما هو بداخل المتحف، رئيس الجمعية الوطنية لأفريقيا الوسطى عبد الكريم ميكاسوا أثناء زيارته اقترب إلى هذه الرموز المتحفية التي تصف جميع العادات والتقاليد بمختلف الثقافات المتعددة للمواطنين التشاديين بما فيها جمجمة توماي التي تعتبر رمزا مثاليا للبلاد. الوقفة هنا تشير إلى قرص روح المحبة والأخاء بين البلدين، كما تحدث عبد الكريم عن زيارته واصفا فرحته بهذا المتحف مضيفا في قوله إن هذا المتحف يعد مدرسة مرجعية للأجيال، كما قدم شكره أيضا لكل من الشعب التشادي وحكومته. ويشار إلى أن زيارة عبد الكريم لتشاد قد اختتمت بزيارة هذا المتحف. شهدت اليوم مباني دار الشرطة الوطنية حفل تخريج الدفعة السادسة من عناصر الشرطة، والبالغ عددهم 80 خريجا تلقوا تدريبات خلال 6 أشهر. المناسبة رأسها المدير العام النائب للشرطة بحضور مدعي الجمهورية وممثلة منظمة الزيس الألمانية محمد عثمان بشير. بعد 6 أشهر بالتمام من التدريب المستمر في مجال الشرطة القضائية، 80 عنصرا من وحدات عناصر الشرطة يلتحقون بسلك القضائي. مدير المدرسة الوطنية للشرطة مبايلي بي جويل أكد على أنه وبفضل منظمة جي زيت العلمانية منذ عام 2013 حظيت المدرسة دعما وتمويلا من قبل هذه المنظمة لتخريج العديد من الدفعات في مجال الشرطة القضائية وشرطة البحث والتحقيق وكذا شرطة مكافحة الإرهاب. إن هذه الدورة كما جاء في خطاب ممثلة جي زيت تأتي في إطار التعاون الأخوي بين تشاد وألمانيا الفيدرالية عبر منظمة جي زيت ضمن إطار مساعدات الحكومة الألمانية الفيدرالية ب9 دول إفريقية منها تشاد. إن مكافحة كل أنواع الجرائم واحترام القانون والنظم الإدارية هي مهمتكم، تلك هي رسالة المدير العام النائب للشرطة الوطنية سيرال زيانكوان لهذه الدفعة الجديدة. إن هذه الدفعة الحديثة لا شك أنها ستشكل إضافة قوية في صفوف عناصر الأمن من أجل المساهمة في استتباب الأمن ومكافحة مختلف أنواع الجريمة. أنهى المدير العام للصيدلة والمعامل بوزارة الصحة العامة الصادق هارون عبدالله أنهى أعمال الأسبوع العالمي للاستخدام الجيد للمضادات الحيوية. المناسبة جرت بمباني كلية الطب التابعة لجامعة أنجمينا بحضور ممثل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بجانب شركاء البلاد في الصحة. آدم حنفي شرف الدين.
المشاركون في اختتام أعمال الأسبوع العالمي من أجل الاستخدام الجيد للمضادات الحيوية بقراءة التقرير العام للأنشطة التي تخللت خلال هذا الأسبوع من برامج ومؤتمرات نقاشية وبرامج إذاعية مباشرة، وكذا توعية المواطنين على المعرفة الجيدة في كيفية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية. كما رفع المشاركون متطلبات للحكومة تتمثل في عدة نقاط، منها دعوة الحكومة على أخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية الجيل القادم لاستخدام المفرد للمضادات الحيوية، تعزيز الرقابة للأدوية المستوردة من الخارج ودعم البحث العلمي والدراسات حول المضادات الحيوية، تدريب المزارعين والرعاة حول الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية. وتخللت المناسبة أيضا تقديم برقية شكر وتقدير للحكومة والشركاء في البلاد. أما الكلمة الختامية فكانت من نصيب المدير العام للصيدلة والمعمل بوزارة الصحة العامة الصادق هارون عبدالله، الذي قال بأن الوزارة ستأخذ التوصيات بعين الاعتبار لتوفير الصحة النوعية للمواطن، وذلك لا يتم إلا بالتنسيق بين وزارتي الصحة والثروة الحيوانية لمراقبة المضادات الحيوية المعروضة في السوق.